تفضل يا هبه. اهلا وسهلا. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا صباح النور. صباح النور. صباح الورد خويا. كيف نحن؟ الحمد لله. حابب الالوان، تناسب الالوان اليوم. أي. ما شاء الله كذلك هذا. شكرا شكرا. انا مشاهدين اهلا وسهلا. زين انا تغزلوا بي شويه على طب ايه؟ بس كحلي. حبيت البولو، كنت طالع بالبولو بلا بليزر. والله؟ كنت رح تكونوا بتشبهوا بعض. بس طلعوك ببليزر يا مصطفى. طلعوني ببليزر. يا اهلا وسهلا. هاشتاج بليزر. مشاهدينا رحب بكم بعد اذنكم، خلينا نشوف ابرز الهاشتاجز فعليا اللي برزت اخر 48 ساعة، مع انه اكو هاشتاج صار له اسبوع، اكو هاشتاج صار له يمكن اكثر من هالتفاصيل، خلينا نشوفها بشكل سريع. ساعة استجابة بالنسبة اليوم أمس طبعاً يعني نهار الجمعة ودعاء الناس إن شاء الله يا رب الله يستجيب. طهران، أردوغان، روحاني، بوتين، هذول الأربعة مربوطين مع بعض بالنسبة للقمة الثلاثية اللي صارت يوم أمس. راح نشوف أبرز التفاصيل لها علاقة بالصورة اللي انتشرت وغير ذلك. مطار بيروت البارحة كان يوم استياء لبناني جداً كبير من مطار بيروت، لدرجة أنه أكو تفاصيل فيديوز اللي يشوفها يتوقع بأنه هذه الفيديوز، طبعاً راح نتكلم عنها تفصيلاً، أنه هذه الفيديوز فقط مربوطة بالأحداث اللي كانت يوم أمس. لا، الناس لما بدوا يعني يحطون التفاصيل، بدوا يحطون تفاصيل الفيديوز لكل شيء له علاقه من حوالي من 26 اغسطس من 26/8 الى الاحداث اللي صارت مساء يوم الخميس واللي استمرت فعليا الى يوم امس. والله اعلم اكو يعني اكو كلام انه اكو شويه يعني تعقلات بسيطه تكون بحسب التغريدات اللي على تويتر، بعد لحد الان ماكو اي شيء رسمي بيها. قولوا احنا جبدوا المخبى في كبه في تونس، معناه يتفتح موضوع يجبدوا المواضيع اللي تبعته كل فرد مره. 100% صحيح، مثل دبل كليك مال انستليشن نفس الفكرة. زين نكمل مشاهدينا بعد ذلك. طبعا البصرة رح نتكلم عنها البارحة، كان اكو احداث الى حد ما شوي مميزة. حرق القنصلية الايرانية في البصرة كان حدث اهتز به يعني مواقع التواصل، تأييد رفض، اكو ناس حبوا الفكرة، ناس ما حبوا الفكرة، ناس قالوا اخيرا التدخلات الايرانية. رح نشوف فيديوهات عن هذا التفصيل. خلينا لو سمحتوا نشوف اول فيديو معانا، واول فيديو رح يكون شوية المود بيه شوية مزعج. راشيل بلاند مذيعة البي بي سي توفاها الله، ولكن واضح بأنه كان أكو مثل رسالة وجهتها إلى يعني متابعيها قبل وفاتها. شوف الفيديو من أنا العربي ونرجع. كان اكو حديث مشفر شويه ما له علاقه تحت الهواء بما له علاقه بمرض السرطان والعلاجات فعليا اللي مطروحه بالسوق وشركات الادويه وغير ذلك. اتوقع ان هذا كان مؤثر الفيديو تبع رشيل، وانا عن جد بتمنى يعني طبعا، والمؤثر اكثر انه هي تركت يعني طفل عمره 3 سنوات وبحاجه اكيد لوالدته كان الى جانبها، ولكن نحن نتمنى انه يعني هالعلاجات اللي عم نسمعها الناجعه لمرض السرطان انه عن جد تكون في متناول الجميع، وانه ما يكون يعني هذا العلاج فقط يعني لنخلص الكيموثيرابي اللي موجود بعد كرمال انه بس نمشي يعني هاي مثل ما بيقولوا هاي المنتج. معلومه بس انا مضطر بس اعطي هذه المعلومه. نعم. هي اللي تكلمت انا فتحت لك المجال اصلا. تسلمي يا رب. هو راح نعطي نص المعلومه، النص الثاني يعني راح يظل مشفر الى ان فعليا نجيب وثائق ونطلعها على الهواء. 6 من أصل 10 او 8 من أصل 10 فعليا يعني يتوفاهم الله بسبب الكيموثيرابي نفسه، اذا اجسامهم فعليا ما تحملت. لذلك اكو اشياء فعليا نفس علاج الكيموثيرابي الناس لما يتكلمون عنه ما شفت اي احد، الله يبعدنا يا رب، ما شفت اي احد تكلم عن العلاج الكيميائي وهو مرتاح، يا اما يتشنج يا اما ينزعج يا اما تنزل له دمعه.
حتى يعني حتى عن جد يعني اذا بتشوف بعض العلاج الكيماوي مثل ميه النار اللي بيمشي بالجسم فعلا أكيد. واذا بتشوف ناس يعني انا في عندي قريبتي هي يعني الله يرحمها توفت من مرض السرطان وكان مره وهن عم بيحطوا لها الابره طلع العلاج يعني الكيماوي طلع على جلدها حرق لها الجلد كامل يعني هذا بيجري بعروق الانسان عن جد حرام ان شاء الله ربي يشفينا كل زين مشاهدينا لو سمحتوا خلينا نكمل شوي نعم مود غشيل كامل الله يرحمها ان شاء الله يا رب يخفف الم عن الباقيين انطلاق القمه الثلاثيه حول سوريا طهران بحضور اردوغان بوتين روحاني طبعا تكلمنا عن ثلاث هاشتاجز فعليا اللي مرتبطه بالهاشتاج الرابع اللي هو مو عاجل طبعا هاشتاج تكلمنا عنه اللي هو طهران خلينا نشوف فعليا الصوره اللي من بعد ذلك هذه الصوره هي الاكثر انتشارا كثير ناس فعليا اهتموا بهذه الصوره سواء كان على الفيسبوك او على تويتر اللي مبينه فعليا فيها فكره الثلاثه ومسكهم ايدهم الناس علقوا على هذا التفصيل ان هالقوه والى اخره خلينا نشوف التعليقات اكو عندي الصوره اللي من بعد هذه اكو عندي تغريده حول هذا الموضوع بوتين واردوغان وروحاني في قمه ثلاثيه بطهران لتحديد مصير ارض عربيه والعرب غائبون لكنهم يتفرجون على القمه في التلفزيون وينتظرون النتائج وحتى علم سوريا غائب في المشهد من بعد من بين التعليقات انه من الجيد انها كانت يوم جمعه حتى نتابع كان اكو تهكم كثير على هذه الفكره نكمل ننتقل الى خالد جار الله في كلمه الكويت امام مجلس الامن نطالب المجتمعين في قمه طهران بضمان احترام منطقه خفض التصعيد في ادلب والى الجهود الدبلوماسيه المزيد من الوقت لتجنب سفك المزيد من الدماء فصور القتلى والدمار في حلب والغوطة الشرقية لم تمحو من ذاكرتنا طبعا هذه ما له علاقة بالمواقف يعني الدبلوماسية خلينا بعد ذلك نشوف تفصيل دائما هاشتاج ادلب 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 اهل ادلب شلون دا يتجهزون لما له علاقة بالضربة خلينا نشوف التفاصيل لو سمحتوا بالصور انا لن اتكلم بس رح نعرض الصور تباعا أنا أقل وأصغر من أن أتكلم عن هؤلاء الناس اللي قاعدين دا يجهزون نفسهم فعليا لضربة كيميائية قد تكون محتملة فنشوف الصور تباعا لأب وأطفاله شلون طبعا قاعدين دا يجهزون نفسهم طبعا المصدر الصور رويترز شوف الصورة الأخيرة لو سمحتوا هذه الصورة كانت جدا مزعجة الطفل بجلسة دا يشوف كعملية التصنيع لأي شيء ممكن يكون فعليا واقي نسبي ليه النفس من دخول اي عوامل كيميائيه عليه زين من بعد ذلك حننتقل الى الخبر اللي تكلمنا عنه قبل شويه اللي كان بهاشتاج مطار بيروت نشوف لو سمحتوا زين هذا هو الخبر تاخر اقلاع جميع الرحلات بسبب عطل فني في مطار بيروت الدولي منذ ليل الخميس وحتى ظهر اليوم الجمعه يعني يوم امس مما ادى الى ازدحام شديد داخل صالات المطار الفكره كانت والتركيز الاساسي على السيستم داون يعني السيستم فعليا صار بمشكله النظام الكامل ما له علاقه بدخول الشنط التيكتنج البوردنج اللي هي بطاقات فعليا اللي تسمح للمسافر انه يطلع على الطياره كل هذه التفاصيل كان بها مشكله لدرجه انه الناس انزعجوا وكان اكو بعض التعليقات ما راح نطلعها لانه شويه الكلمات بها كانت شويه مزعجه ولكن راح نكتفي احد الزملاء قال بانه يعني المطار عاد للعصر الطبشوري لانه البوردينج كان مكتوب بالايد ورقه بيضاء وكان مكتوب بالايد تكت. خلينا بعد اذنكم نشوف الفيديوز جمعناها بشكل سريع فيديو واحد شكل المطار من برا النقطه الاولى اللي لها علاقه بالامن العام اللي ممكن يشوف فعليا الجواز او غير ذلك و الحقائب وتسليمها نشوف الفيديو ونرجع لكم هذا ما له علاقة بهذه الفكرة خلينا نشوف التغريدات تباعا عن هذا الموضوع بالعادة حتى ليكون فرق البيكون شنو اوكي البعيدة احسن بالعادة حتى اللي بيكون عرفان من البلد بس يوصل على المطار بيشتغل عنده الحس الوطني تعرفوا هذه الفكرة لا ما اريد اسافر ولا بعرف شنو اوكي فالحمد لله الشباب نجحوا يخلوا الشعب يبقى في البلد لاخر لحظة يعني حتى فكرة الحس الوطني خليتونا بس خلونا نهج طبعا اكو ناس كانوا يعني طبعا يتكلمون عن فكرة السياسيين بس اسمحوا لنا نسافر خلينا نروح زين نكمل نشوف بعد ذلك لبنان يستحق اكثر من مطار نعم لمطار رياق البقاع واخر في القليعات الشمال هزلت من بعد ذلك كان اكو صوره كاريكاتوريه بس هي مو كاريكاتوريه هي مثل تجميع والربط كاريكاتوري مطار رفيق الحريري مطار ينام عوض اللي هو فعليا موجود في شمال لبنان او في منطقه الاقليعات في عكار والحكومه قاعده تتفرج
هذه. وهي الفكره كانت مثل التغريده اللي قبل ذلك، شغلوا المطارات الموجوده حتى الناس يستفيدون. اهل البقاع فعليا في لبنان مو مضطرين يتنزلون من البقاع الى بيروت، اهل الشمال مو مضطرين فكذلك يمرون من الشمال الى بيروت، ويعني لكل مكان طياره عفوا مطار. نكمل من بعد ذلك. فيديو انتشر من بعد هذه الحادثه، نشوف مقاطع سريعه منه، لمطار بيروت سنه 1965. ناس اهتموا بهذا التفصيل على اساس انه الله يرجع هذيك الايام. نشوف مقاطع منه ونرجع. بذكر موضوع المطار على فكرة، سامحني حتى هكا نحب نعلق شوية على حتى شنو دائما على مواقع التواصل الاجتماعي بتاعنا، يا إما ننشر صور مثلا لبيروت القديمة، تونس القديمة، القدس قبل، ننشر قاعدين برشا في صورنا قبل، معناه صور الستينات والأربعينات والثلاثينات. ففيديو مشهور جدا على لبنان اللي موجود عام 1900 في الأربعينات، أعتقد فيديو زادة منتشر بكثرة كبيرة، ديما نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي، ديما فما ريشير بالنسبة للفيديو هذاك. علاش احنا من الناس اللي نحبوا نرجعوا لتالي وقت اللي العالم قاعدة تتقدم؟ يعني هذا انا بالنسبه لي انا مفسره بحاجه بركه، انه احنا راجعين مش قاعدين ماضينا احسن من حاضرنا. ما الفكره؟ خلينا نصورها شويه، تاخذوني كلوز لو سمحتوا. التقدم الى الوراء. هو هذا التقدم الى الوراء، وترجع الى ان تخبط. خلاص راح نحكي زين. بعد ذلك مشاهدينا خلينا ننتقل الى البصره بشكل سريع، نشوف الاحداث ما لها علاقه بالبصره. البرلمان العراقي الجديد يقر جلسه استثنائيه، عفوا يعطي جلسه استثنائيه، طبعا هذا كان يوم امس. نكمل حول احداث البصره، طبعا دا نتكلم عنها. نكمل تباعا. إحراق مبنى مديرية بلديات المصري للمرة الثانية، البصرة للمرة الثانية، الأمر هذا شوية دا يحط شوية علامات استفهام على الفكرة، ولكن الفيديوز اللي دا تكون دا تبين الموضوع. شيء محروق بس نحن يعني المتظاهرين ومع التحفظ على هذه الفكرة، شيء محروق ولكن نحن نريد نجهز عليه. يوم أمس صار أكو شغلة بس رح ألمح لها بشكل سريع ورح أقولها مثل ما هي. كمية كبيرة من التلفزيونات فعلياً، ما رح نقول شنو هي، سواء كانت محلية أو مو محلية، دا أتكلم عن أن عاد الهدوء للبصرة، زين هذا شنو؟ إذا عاد الهدوء للبصرة وبطل أكو مظاهرات وانتهى الموضوع، هذا شنو؟ حرق السفارة اللي صار البارحة إيش كان؟ حرق القنصلية اللي كان شنو؟ المشاهد اللي من بعد ذلك اللي راح نشوفها شنو كانت؟ لذلك بس هي يعني بحكم الزمالة التلفزيونية، يا جماعة لما تحبون تكذبون تذكروا بأنه بال 2011 كان أكو قنوات كذبت بما له علاقة بثورات الربيع العربي وأظهرها السوشيال ميديا، أكو سوشيال ميديا، هذا اللي بيصير مظاهرات وهذا فعليا طبعا بيظهر للناس. لذلك عملية الكذب ويعني الخداع على السوشيال ميديا مو ضابطه. فيديو المشكله بانه الخبر طلع الهدوء يعود للبصره تحت. شفت هذا الفيديو يعني يمكن لو كانت شويه يعني القضيه تساع والله كنا طلعناهم الاثنين. نشوف مقاطع سريعه من مظاهرات يوم امس ونرجع حتى نختم معكم. زين، غير المظاهرات فعليا اللي كانت موجوده والمشاركات النسائيه وغير ذلك، بس على مود الوقت اكو عندنا فعليا من امام القنصليه قبل حرقها صار اكو مثل كلمه لاحد الاشخاص اللي موجودين هناك. خلينا نشوف هذا التفصيل. له كان مغطي وجهه وشالها عن وجهه حتى يتكلم. نشوفه ونختم معاكم. تعشى وراح نظل تعشى الى ابد ما دام اكو تبعيه واكو ناس جاي تخدم البلدان المجاوره، جارك ثم جارك ثم جارك ثم انفجار. هذا جاري دولة إسلامية، دولة إسلامية يقولون عليها دولة إسلامية تسد علينا الماي على مود والله أبو ترامب عنده مصلحة ويا إيران وتضارب إيران. شنو ذنب العراقيين؟ شنو ذنبنا؟ أنا عندي شهادتي دبلوم وبكالوريوس لحد هسه عمري 30 سنة ما متزوج. شنو يعني؟ وين حكومتنا؟ حكومتنا كلها تبعية، ماكو واحد طلع شريف، ماكو واحد إجا ناقا شريف أنا ابن البصرة أو أنا ابن أي محافظة. نريد دولة مستقلة خارجة عن التحزب. كلا للأحزاب، عبر عن كلامه والقفلة كانت كلا للأحزاب. يعني بالنهاية الفكرة كانت جدا واضحة بما له علاقة بهذا التفصيل. مشاركتكم معنا مشاهدينا عبر حساباتنا على الفيسبوك. نعم.
تويتر وانستغرام القلب مشعول والله. تويتر وانستغرام ويعطيكم الف عافيه وعوده الى الاصدقاء. يعني العزة. الف سلامي على كمان البصره لانه كمان قبل قليل تعرضت لثلاث صواريخ نزل على مطار البصره والحمد لله انه ما كان في اصابات. ولكن يعني احمد شكرا كثير على اضاءه يعني على اضاءه المواضيع المهمه في هذه الفقره. وخلينا ننتقل احنا وانتم لفاصل اخير وانتم مشاهدينا انتظرونا.